زميلي فهد، يعني يا سيد لوبيز اليوم يدخل تشكيلة مكونة من وليد عبد الله كحارس مرمى، رباعي الدفاع منصور الحربي وكامل الموسى وأسامة هوساوي وسلطان البيشي، وفي محور الارتكاز سعود كريري ومصطفى بصاص، ومن أمامهم تيسير الجاسب، وفي الجناح الأيمن فهد المولد، وفي الجناح الأيسر سلمان الفرج، وفي المقدمة وحيدا ناصر الشمراني مع مساندة دائما من الأجنحة فهد المولد وسلمان الفرج. يمكن أبرز ما تحدث فيه سيد لوبيز من خلال المؤتمر الصحفي فهد في مساء أو ظهر الأمس أن الفريق الصيني فريق جيد ولكن يعيش نفس أجواء المنتخب السعودي من ناحية الإخفاقات، ولكن لدينا القدرة على هزيمة المنتخب الصيني وتكون الخطوة الأولى للتأهل إن شاء الله إلى التصفيات آسيا القادمة، وتكون خطوة أولى أيضا بجمع النقاط، خاصة أن المباراة تكون على أرضنا وبين جماهيرنا، وهو عامل إيجابي بكل تأكيد. فهد، بالنسبة لتشكيلة الفريق الصيني في حراسة المرمى جينغ تشينغ، في خط الدفاع سينكينغ وزهاو، سينكينغ رقم 3، زهاو نيك رقم 4، لو جيان رقم 13، وتشوبو رقم 15. في خط الوسط زهاو تشوري 7، وأيضا زينغ زهاي رقم 15، يوهانشو رقم 20، وكين تشينغ رقم 23، يوهاي أيضا الآخر 21، جولتي 18. يلعب كمواضع من خلال التشكيلة أمامي، يلعب بأربعة خمسة واحد في هذه المباراة. هناك نعتبر بالنسبة للمنتخب الصيني هناك جالين الملاعبين يمكن مؤثرين في هذه المباراة، في خط الهجوم رقم أيضا زينجز هاي الذي لاعب شارتون أتلتيك الإنجليزي الوحيد الذي شارك محترفا خارج الخارطة الصينية، خارج الحدود الصينية إجمالا. فهد، هناك طبعا نزل قبل قليل المنتخب الصيني لإجراء عملية الإحماء. طبعا لو تحدثنا يعني نوعا ما عن استعداد المنتخب السعودي والمنتخب الصيني، هناك تقارب نوعا ما في المستوى.